السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا باحسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده، وعواشركم مباركه ورمضان مبارك كريم، ندخل عليكم بالصحه والسلامه باش ما كنتمنوا ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم، واخيرا قررت، ماشي قررت زعما، مش حالي انا كنت كنقول نوجد شي حاجه لرمضان، نوجد وكنبقى اكزانا نهار اليوم غدا اليوم غدا خليت حتى لاخر لحظه، اليوم الخميس وعاد باش راني غادي نبدا. المهم اليوم ما غاديش ندير معكم تجهيزات كاملين، حيت اليوم غادي نشارك معكم غير برايوات بثلاثه نتاع التعميرات، ومن بعد ان شاء الله عاد نشارك معكم حاجه واحده اخرى باش ما يجيش الفيديو طويل. والمهم انا هنا راني وجدت قبل، انا غادي نوريكم شنو وجدت. اول حشوه اللي غادي ندير، او انا جبت كلشي حدايا. اول حشوه كيف ما كتشوفوا هنا درت البصله والدجاج ودرت الزيت البلديه والروميه. ومهم غنديرها تشحر، غادي نزيد اليها ثومه، غنحكها جوج ديال الفصوص الثومه غنحكهم. من بعد ما حكيت الثومه غادي نضيف التوابل، انا جبت كلشي حدايا. غادي ندير سكينجبير معلقه بحال هكا، وغادي نحتاج الكركم حتى هو. هاد الحشوه هادي حاولوا ما امكن تكثروا فيها البصله، انا راه درت نصف البصل قطعته مكعبات والنصف الاخر ها هو هنايا ما غنضيفوش دابا، انا غادي نوريكم الطريقه كامله. المهم بالنسبه للشباكيه والسلو انا ما درتهمش وما كناكلهمش صراحة ما عنديش معاهم، ما كناكلهمش. يونس كتعجبو الشباكية، قلت له ناخذ واحد شوية يعني ياكلها غير هو. وهذه زريعة القزبر حتى هي نضيفها ملعقة، والبزار. هاد الحشوة كاين اللي كيديرها وكيدير معاها شوية ديال السكر حتى الاخر، عاد كيضيف السكر. انا اللي انا بغيت نخليها مالحه، كنفضل تكون مالحه يعني. تسد. وشنو باقي خاص ندير؟ هاد القرفه، غندير القرفه، ندير شويه ديال القرفه. الا كان عندكم زعفران حر حتى هو زيدوه كيجي زوين. انا كان عندي بالي راه باقي لي، ملي مشيت كنقلب عليه ما لقيتوش تسالو وما رديتلوش البال. والملح بطبيعة الحال حسب الذوق. خليكم معايا انا غنمشي نديرو فوق البوطا ونكمل معاكم. غادي نضيف القزبر الربيع وصافي، وغادي نزيد. المهم خليكم معايا. المهم بعد زدت الربيع وشعلت البوطا، وغادي نزيد القليل من الماء، غير شويه د الماء باش هاد باش تشحر لنا، وفي نفس الوقت التوابل ما تتحرقش، يعني تشرب لنا داك الدجاج يشرب لنا التوابل وداكشي، وفي نفس الوقت يتشحر وما يتحرقش. من بعد ملي غادي تشحر مزيان عاد غنضيف باقي البصله، وغادي نسد عليها حتى نحس بالدجاج طاب. خليكم معايا حتى الاخير. من بعد ما كتمشي علينا على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا تشحرات مزيان، كنضيفوا باقي البصل. كنضيف الماء، الماء صافي غير بحال هكا، وكنسد عليها حتى كطيب. من بعد ما طاب الدجاج ديالنا كنحيدوه. المهم من بعد ما كتولي على هذا الشكل يعني كتبقى تفصل لنا الزيت بوحديتها. دابا كنبقاو نضيفو البيض، انا جبت 4 البيضات. المهم ما كتضيفهمش في خطره واحده، كتبقى تضيف حتى كيتجمع لك هذا الخليط. انا غادي نضيف وديك الساعه غنشوف الا جمعوهم لي، هي ما جمعوليش كتزيد البيض حتى كيتجمع. الا جمعو لي 3، المهم على حسب البيض الحبه واش كبيره واش صغيره، على حسب الخليط شحال عندكم فيه. انا غادي ندير جوج وغنحرك بحال هكا، كتبقاو تضيفو حتى كتبان لكم تجمعات مزيان. ما بقاتش مبقاتلناش الفتوكية أولا المرقة أولا الزيت، كلشي تجمع بالبيض.
المهم هذه الحشوه الدجاج فرتتو مزيان، وهذه ديك المرقه من بعد ما درت عليها البيض غادي نحركهم مزيان بجوج باش يتحركوا. غادي نزيد شويه ديال اللوز مهرمش كيف ما قلت لكم، يمكن لكم تضيفوا الى هاد الحشوه هذه يمكن لكم تضيفوا ليها شو سميتو تضيفوا ليها السكر بالنسبه لكي بغي حلوه، انا بغيتها تبقى مالحه. فغادي نحرك هذا الشيء. من بعد ما حركت الحشوه ديالي ولات على هذا الشكل هذه، صراحه جات بنينه بنينه، اول مره نجربها عجبتني. دابا ندوز للحشوه الثانيه شنو غندير فيها. عندي اللوز، حنا نص كيلو اللوز، يعني غندير بريوات باللوز مع سكر كلاصي، نص كيلو اللوز مع 4 كيلو ديال السكر كلاصي غادي نطحنهم. المهم من بعد اللوز من بعد ما سلقته كطلع فيه ديك الغليه وكتحيد منه القشور، خاصك تنشفو مزيان 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 مزيان، تحاول تنشفو بشي منديل ولا تخليه مده يعني ليله كامله كيقطر حتى ينشف، وعاد ديك الساعه طحنوه. من بعد ما نطحنوه نشوفو شنو غادي نديرو له من بعد. المهم بعد ما طحنته صيت عليها هكا بحال شكل العجينه، راني حتى بديت كنضيف الزبده وانا عاد نتفكر ورجعت حبست. المهم غادي نضيف زبده دائبه بحال هكا، لا ما غنضيفش الزبده هي الاولى، مزهر هو الاول. نضيف بحال هاد الكميه نصف كاس صافي. نحاول نعجنو مزيان داك ماء الزهر. المهم انا اول مره غندير بريوات باللوز، البريوات كانت ملي كديرهم صغار بحال باش كندير شي واحد اخرين، ولكن بريوات صغير كنعاونها في الطوايب ولا كلشي. وانا شفت الوصفه في اليوتيوب. المهم غنزيد دابا الزبده دائبه لحقاش بالنسبه لديك الاخت اللي شفتها كدير البريوات باللوز قالت لي هما خاصهم يجيو مرخوفين شويه، ماشي يجيو كيفاش كان ماشي بحال الكعبه وحديته، باش ندوز للحشوه الثالثه ان شاء الله. المهم هذه هي الحشوه الثانيه ديال اللوز بعد ما كورتها، غادي نخليها حتى هي في الطرف وغادي نوجد معكم الحشوه الثالثه. المهم البنات وصلنا للحشوه الثالثه والاخيره، جلست صافي عييت بالوقوف. المهم جلست باش نصوبها معكم وانا جالسه. هاد الحشوه هذه غادي نديرها بالروز، صراحه كتعجبني هاد بريوات بالروز كيعجبوني بزاف، مع عمري درتهم كنا كنشريوهم، ودابا حتى يونس كيعجبو صراحه هو اللي فكرني فيهم قال لي واش كتعرفي ديري بريوات الروز، قلت له غادي نعرف ماشي شي حاجه اللي صعيبه. دابا كلشي في اليوتيوب الحمد لله، الصراحه نعمه نعمه اليوتيوب كيعلمنا كلشي، ما كتلقاش مشكله في الطبخ صافي. المهم انا شفت الوصفه وغادي نشاركها معكم. سلقت الروز، درت زلافه بان لي كثرت من الروز، المهم انا درت زلافه و شنو سميتو غير تسلق كثر. وغادي ندير التمر قطعته طريفات صغار مربعات، يمكن كدير الزبيب، كاين اللي كيدير الزبيب كاين اللي كيدير التمر. و شنو سميتو وغادي نحتاج بالنسبه ما شفت حتى شي واحد كيدير دانون مسوس، انا غندير دانون مسوس لحقاش كنت كناخذو من واحد الناس تصفرو غادي يعرفوه كاين في باب مربع، كنت كناخذ منهم بريوات الروز وكان كيعجبوني وسولت وقلت له باش شنو كدير فيهم معاهم، قال لي بلي كيدير معاهم دانون مسوس. المهم داكشي علاش انا خديت دانون مسوس غنديرو. المهم ما عرفتش انا غندير غير يعني ميزاني، خديت هذا لحقاش كنحتاج دانون مسوس بزاف. المهم غندير عيني ميزاني ونشوف، عيني مذاقي ماشي عيني ميزاني، غندير ونذوق ولا بان لي داكشي غنزيد. وغندير مزهر حتى هو عيني مذاقي غندير شويه ومن بعد غنذوق ونشوف. راه يونس يلاه جنيت وجيتي مع الحشوه اللي كتعجبك، قال لي دوش ويجي يعاوني في الطوي في الطوي البريوات. وغندير سكر كلاصي حتى هو الصراحه ما عرفتش بالضبط شحال غنقول لكم، غندير وغندوق وغنشوف، غندير وغندوق وغنشوف. شنو عاود فين وصلت؟ غندير القرفه ويم دابا كندير عيني ميزاني ملي نخلط غندوق وغندير ديك الساعات عيني مذاقي، وغندير حتى شويه د الزبده. غندير الزبده وغنخلط هادشي. هي الروز كتير يعني ليش حال كتير تكر الروز بين غاد شكل الحشوة.
كتشوفوش ها هو دابا غادي كنخلطو انا نخلطو ونرجع لكم. المهم هذه هي العسل، ما شاركتش معكم الطريقه ديالها، راه صدقات لي الصراحه زوينه، شوفوا صدقات لي زوينه. المهم شفت الطريقه ديالها في اليوتيوب، راه باينه طريقه العسل ديروها، غادي تعطيكم راه نفس الطريقه كلشي اللي كيديرها، غير هي خاصك ديرها ليلة قبل باش تصدق لك. انا نسمتها غير بالقرفه وشو سميتو وما زهر وخلاص والحامض، كاين اللي كيدير فيها العشوب وداكشي. وبالنسبه للورقه، بالنسبه للورقه خديتها هذه، ما عرفتش الصراحه واش هذه ورقه البسطيله، المهم غير شت البريوات وخديتها، المهم باينه ما عرفتش واش الورقه البسطيله نيت، المهم مكتوبه عليها رقائق سامبوسك. هذه فيها نص كيلو، والثانيه خديت جوج فيها حتى هي نص كيلو، هذه حليتها المهم تنوريها معكم. هادو خديتهم كبارين يعني كيديروا ورقه كبيره حيت راه جايه مقطعه ناضيه، الا وديت الدجاج والروز حيت خيجيو كبار. بالنسبه لتاع اللوز خديت هادو صغيورين باش كيجيو بريوات ديال اللوز يعني صغيورين. هادشي اللي كاين، الحشوات ديالي هما هادو راهم واجدين، دابا بقى لي غير نطوي انا نوريكم في هذه كيفاش كان ايوا صايب خرجتها كنهز الدجاج وهذيك الحشوه ديالي واخا ما زادش ها هنا كنطوي هكا، ومنين كنطوي المره الثانيه بحال هكا كنحاول بحال المثلث كنحاول نعمر داك البلايص اللي باقيين خاويين لي. الحشوة ما نستديوها غير بالماكلة قبل ما ضربنا فيها نصحتي صراحة، هاد الحشوة نتاع الدجاج عجبتني بزاف، جات بنينة. هادشي لذيذ أجواء صافي، ومن بعد كنكمل. الله خلي وريني نتقاتل غير مع هادي القرحين صافي كيف ما كتشوفوا، إذا بقات لكم شي بقايا هنايا من الجن كنحيدها كندخلها هنا. وكنسد عليها بالطحين باش ما تحلليش الماء والطحين. هانتوما اللي ما سيعرفش انا نوري الطريق هانتوما نزرع ولا مجهد راه تعلمنا هانتوما بحال هيدا تشوف كتعمرو شي شويه باش تولي عامره مزيان. انا ما صدقاتليش هادي فاش جيتي تصور كنقولك تعلمي مني، كنقولك تعلمي كتعمرها مزيان وعاود تطويها مزيان بحال هيدا. تعلمو شي شويه الدراري، تعلمو نتوما ماشي ما صدقاتش كاع، غير هي جاتني من هنا ما جاتش نقد. كتلصقوها شوية بالعجينة بحال لي تنجيرو، باش متقولوش ماشي مجهد. شتو ولا ما شتوش؟ كتصور عاود والو باش يتعلم الحجر الصحي. ما عمرني صايبتها اول مرة، ما عندناش وقت اللي علمتني الاستاذة ديالي طباخة معايا هاد السيدة هادي طباخة نقالة ما كلشي اصلا كينقل. وعيني انا كنتعلم منك، مش من حاجة ما عرفتش تعلمتها منك ضروري. ايوا شتي تزوجوا اللي غتعلمكم الطبخ، انتما تزوجوا اللي غيعاونكم في الطبخ في الكوزينة
يعاونكم يدير لكم الشهيوات بحال الاشواق. دابا المشاهدين المتتبعين ديالنا، هاد المره غادي ندير لكم ديال الرز. اشواق صايبات هادشي كامل، غير جيت جاي طويل بحال كي كنت كندير. حيت كلشي موجود هي بديت كن لا بحال كي كنت كندير انا فاش كنت انا في الدار كنعاون غير في الطويل. اول مره ندير الصراحه البريوات هكا بوحدي، مولفه كندير هادوك شو سميتو لي شوسون. لي شوسون هادوك واعرين، انا كنوجدهم في رمضان الصراحه. خوت هادو واخا هادو الرز كيعجبوه يوسف، هو اللي كيحمقوني مثل الاشواق. والو خصك ديريهم. عين شنو درتي؟ لا تسقي غير بداك العجينة. نفشتي هادي شوية. مش عارف خصني نقد، مش عقدني نبقى نعلمك اشواق. الخوت هادو هما الأعصاب ديال هادي. هادي شي شوية تتفقص. اشواق ما كتعرف لا. هادي ضيعتيها مسكينه شويه. شو كيجات؟ ايوا مالها راه جايه. ايوا انت ما كملتيش عليها. وانا غير لزقت عليك. شتي كنخليتي ما كنصايبتش هاد الكويره. باز اسيدي باز. ديتي تصور. المهم هاد الورقه هادي جاتني مبدله ياك، ماشي بحال الاخرى. هادي فيها مدهونه بالزبده اصلا، وورقه بسطيله نيت. هادي اللي هادي واقيلا كيقولوا لها داك ورق الفين وفيل ولا بحال هكا. يعني زوين هادي. زوين هاديك حتى هاديك غير ما عرفنالهاش في الاول، كانت باقا ما تطلقات مزيان. فاش كتجي تحيد تفكها كتبقى ملاصقه لحقاش باقا مجمده شويه. وليت مجهاد فاتش غير ما شافونيش. ضايع ضايع. هادي باش زوين طيق كتصدقها. المهم حنا سبقوا اخيرا سالينا سالينا وظهرنا تقسم. هادو ديال اللوز غنقليهم وغنديرهم في العسل، وهادو تاع شنو سميتو تاع الرز، تاع الرز غادي نحتفظ بهم في الثلاجه، غادي نوريكم. غير دابا غندهنهم ونطحنهم في الفران شي حبات اللي ناكلو. وهادو تاع الدجاج، الدجاج ونقلالين كاينه نص الحشوه هكاك، ولكن عجبوني شات شات من الاخرى شنو سميتو من الورقه غنخبعها ولاخر. المهم هادو كندهنهم من بالزبده باش ندخلهم من الفران، ندهنهم من جوج جوايع وصافي. غندخلهم من الفران ومن بعد غنسالي بهذا الشيء ونوريكم من الشكل النهائي. المهم البنات هادو هما البريوات ديال اللوز من بعد ما قليتهم ودرتهم في العسل. المهم قليتهم كاملين، ولكن هادو ديال الدجاج قليت غير شي حبات اللي نذوقو، وهادو ديال اللوز هاد الرز عفوا ذوقتهم شويه ديال درت عليهم شويه نتاع سكر كلاصي والقرفه، يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو. المهم دابا يونس غيذوق ويعطينا الراي ديالو.
بالنسبه للبريوه الاوليه ديال اللوز، انا دقتها الصراحه عجبتني، زوينه بزاف، يعني خدمه نقيه وزوينه بزاف. احنا كنهضروا هكا غير حيت كنا طارقين الموسيقى وصدق عليها حقوق الطبع والنشر، صدقنا حيدنا الصوت وعاودنا كنهضروا هكا. هادي عجبتني بصراحه، راني شكرت فيها اشواق، وحتى هادي كنت عين تصدق عين وي، غير باش هادي ديال الحشوه بالدجاج حتى هي لذيذه بزاف، عجبتني الصراحه، حتى هي زويونه. زعما راك يعطيني التقييم، وهنا راه كان فيا نيت الجوع، راه كنت باغي نصدم في داك الشيء حيت قلت الاشواق راه فيها الجوع. هنايا هي الوحيده اللي كتعجبني بزاف هي ديال الرز، قلت الاشواق صايبه سالي وعجباتني، واعره واعره. شوفوا لا شو ردت الفعل، ديالي مشكله. المهم هادو غادي يعني خليتهم بلا ما نقليهم، غادي نجمدهم ومن بعد نجمعهم. انا غنوريكم الطريقه كيفاش درت لهم في التجميد في الكونجيلاتور، خليتهم بحال هكا تيتجمدوا، ومن بعد غادي نجمعهم في الطاسه باش يبقاو يجيوني ساهلين مره اخرى باش نجبدهم وعاد نحمرهم. المهم لحد الان غادي نكونوا وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم ونكونوا خفافين على قلوبكم. ما تنساوش ديروا اللايك، والناس اللي جداد يديروا السبسكرايب الى عجبكم المحتوى. شكرا لكم بزاف، كنبغيكم بزاف بزاف، باي باي.